هذا البرنامج غير ضاحكين فيه، وأي تشابه في الأشخاص أو الأسماء فهو من وحي الخيال، وليس هناك أي تشابه مع الواقع. المهم شفنا هاد اللعيبة كدار ودرناها. مشاهدينا هذه ساعة مباركة مسعودة فاش تلاقينا مرة أخرى، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عادي جدا. مرة أخرى ديما كنقول لكم أنا والطاقم اللي معايا شكرا بزاف على الرسائل ديالكم وشكرا على البارتاج، وغنعاود نقول لكم ما تنساوش ديروا أبوني لاشين، ديروا لايك وبارتاجيو مع كاع الحباب. مشينا هاد السيمانة في المغرب هاشتاغ ستوب 490 ولا هاشتاغ 490، كلكم شفتوه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي المغربية، إما طلع لكم في فيسبوك ولا في انستغرام ولا تويتر ولا يمكن حتى في تيك توك، ولكن ما تخافوش أنا نشرح لكم مزيان، لأنه هو أصلا ماشي كود برومو ولا جيفوي، هو فصل ديال القانون. 490 كيقول في القانون المغربي بلي كل علاقة جنسية بين رجل ومرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة. غادي نشرح لكم طريقة أخرى، يعني إلا كان هذا القانون 490 باقي كاين، غادي يكون أي راجل مع امرأة مشاو كراو بارتما باش يديروا علاقة جنسية ووقفوا عليهم صحاب الحال، غادي يشدوهم وغيديهم يحاكمهم ويقدروا يشدوه في الحبس بين شهر حتى العام. وهادوك الجوج نيت الى حيدنا الفصل 490، الى تلاقاو وياها ومشاو كراو بارتما وداروا علاقه جنسيه وجاو عندهم صحاب الحال، غيكملوا معاهم القصاره وما غيكون عندهم حتى شي مشكل وما كاينش كاع الحبس. وبالنسبه للناس اللي كيسولونا واش حنا في البرنامج مع او ضد هذا الفصل 490، بغيت نقول لكم بحكم ان الطاقم ديال البرنامج كله مجوج هو مع بقاء الفصل 490، لانهم متابعين المقوله ديال يا اما نزهو كلنا يا اما حتى واحد ما يزهو. حيت الموضوع غادي وكيكبر اكيد البرلمان المغربي غادي ياخذو كقضيه راي عام في العاده الشهريه ديالو. اولويز خلي ايامك احلى. ولا الجلسه الشهريه ديالو. عندك 16 دقيقه. قالوا لي عندي 20. نعم قالوا لي في الفريق عندي 20. شحال؟ 20 دقيقه. انا نزيدك 30. من هذا راينا زاد 10 دقائق فوق 20 دقيقه، يعني غتولي واخده 30 دقيقه. ودوك البرلمانيين اللي جالسين تما راه الا زاد هاد المده هادي يعني خدا لهم الوقت ديالهم، واش هما غادي يبقاو ساكتين على هاد الشيء؟ اسيدي من عندي زيد 40. انا من عندي ساعه ونص. اسيدي عطاها يومين. اودي عطاها سيمانه. انا من عندي عام ونص. اسيدي عطاها حياتي كامله. لا اسيدي عطاها عمري. هاد الشيء اللي شفنا راه نورمالمون رئيس الجلسه في البرلمان خاصو يتدخل. هذيك هي قضيه مرونه عندهم، غنخليهم ما عليناش. غير بغيت نقول لكم ان القضيه ديال هاشتاغ 490 راه يلاه بدات، داكشي علاش بغيت نقول لكم ان قررنا في هذه الحلقه واننا نديروا استفتاء، هو واش نتوما مع انني نتخلص في هذا البرنامج وفي الحلقه. اسمح لي بغيت نقول لكم هو الاستفتاء ديالنا هو واش نتوما مع القانون 490 يبقى ولا انه يحيد في حاله. مزيانه الشاف في هذه. الحمد لله اللقاح وصل المغرب والمغاربه بداوا عمليه التلقيح، غير هو كاين شي ناس بغاو يديروا بك صاحبي حتى في التلقيح. افاد بلاغ لوزاره الداخليه بانه تم يومه السبت ضبط استفاده 8 أشخاص بمركز تلقيح انوال بمدينه تازه من الجرعه الاولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 على الرغم من عدم توفرهم على الشروط الضروريه. علاش؟ حرام عليكم، حرام عليكم تاخذوا بلاصه ديال الناس كبار محتاجين انهم يديروا اللقاح قبل منكم. فين هي الانسانيه؟ فين هي روح المواطنه؟ فين هي الشهامه والمروءه؟ وانا كنظن العقوبه ديال هاد الناس هو اننا نشدوا عليهم 21 يوم تيحيد المفعول ديال اللقاح الاول اللي داروا وندقوا لهم كورونا، وفي نفس الوقت نسدوا عليهم جميع الصيدليات ونمنعوهم يتفرجوا حتى في الدكتور الفين. الزنجبيل، الخلنجان، القبار، هذا يعني الكركم، القرفه، الفلفل. راه هادشي علاش قالونا زمان اللي زربوا احسن مقبره في المغرب هي المرتين،
واللي بغى يموت يجينا عندنا هنا المركز في النظافه. نايضه هاد الايامات على الاحياء الجامعيه المغلقه، وزيد عليها حتى الامتحانات اللي قربات وعاوتاني بعدات وعاوتاني قربات، وعاد ما نساوش التعليم عن قرب ولا عن بعد. لا زالت أبواب الأحياء الجامعية مغلقة إلى غاية اليوم، وهو الأمر الذي شكل عائقا أمام الطلبة الذين يتابعون دراستهم بشكل حضوري بعيدا عن عائلاتهم. ولكن بلاتي ما يمكن سي أبزازي ما يكونش ما جاوبش على هذا. اليوم الظروف غير مواتية باش نفتحوا هذه الأحياء الجامعية، لأن يقدروا يتحولوا لواحد البؤر وخصنا نجنبوهم. كلام واضح، حيت كاينه كورونا هادشي اجراءات احترازيه تزامنا مع الوضع الوبائي في المغرب. كيفاش البريفي الاحياء الجامعيه ديالهم حالين؟ دابا كورونا كتعامل غير مع البوبليك، مع العمومي، البريفي ما كتقربش ليه ياك. او ماي جاد، وحيت حنايا بغينا نقولوا حنا راه ما كنخافوش، لا قلنا هذا مالو شتو معصب؟ شنو واقع عليه؟ I send you underground in the first round. Just accepted my challenge. I am ready to fight you. معروف مواقع التواصل الاجتماعي. بغا يدير تحدي مع ريكو في تيك توك. انا تهضرت انايا حيت ضربتني النفس على المغاربه، حيت قال لك ريكو شخشخ المغاربه كاملين، ضربتني النفس وانا تهضرت حيت نفسي خايبه. يا سي هشام راه حنا معاك وكنخافوا عليك، وداك الشيء علاش ما بغيناش ريكو يقطع لك ديك النفس اللي عندك. ودابا جبنا لك الحل، هذه اللي كتشوف هي مضاده للدبابات وكتضربهم على بعد 300 متر، وعندك فرصه انك تزقل الدبابه ب 10%. واش عرفتي الا زقلتي ريكو بهذه شنو غادي يوقع لك؟ احسن مقبره في المغرب هي المرتب، واللي بغى يموت يجي عندنا هنا المرتب في النظافه. ودابا التاريك وجاوبنا وصافت لنا هذا الفيديو ديال التحدي ديالو لهشام الملولي. تشكون هو الملولي؟ الملولي ما كيخلعنيش، انا واحد اللي كيخلعني في المغرب هو ولد الشرقي. ولد الشرقي؟ شكون هو ولد الشرقي؟ لا 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 لا، هذا بعدا مازال عندنا فيه الآباء. وفي الأخبار الإقليمية، ناضوا البرلمانيين ديال الجارة الشقيقة الجزائرية وراسلوا الرئيس الأمريكي جو بايدن على أساس أنه يتراجع في القرار ديالو اللي داره دونالد ترامب بالاعتراف بمغربية الصحراء. وفي البلاصة الرئيس الأمريكي بايدن تراجع على القرارات ديال دونالد ترامب. تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأمريكية ليؤكد بايدن من خلالها رغبته في استمرار تقاليد الولايات المتحدة المرحبة بالمهاجرين. وأوامر ستطوي قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في هذا الإطار. شي دغيا تصيدتو ياك، ولكن معليش هذا القرار كيف ما كشتو هو كيخص المهاجرين الغير شرعيين في الولايات المتحده الامريكيه، واللي دابا غادي يصيبوا لهم ان شاء الله الوريقات ديالهم ويكون فيهم عدد كبير. غير هو بغيت انا نعرف واحد القضيه، شحال عندنا مغربي في امريكا يكون باقي ما صيبش الوريقات ديالو؟ يقدر يكون عندنا شي 1000. انا عندنا تقريبا واحد 70,000 حراق مغربي راهم يشتغلوا لهنا في الجزائر. واش دابا المغرب في الحدود الشرقيه ديالو عنده السويد هو ما عارفش؟ راه كيبان لي انا هاد السيد هذا خاصو شي جواب يليق به مزيان وبهاد الارقام وهاد المعطيات اللي كيقول. اين الاصبع الطويل؟ اين الاصبع الطويل؟ ها انا هنا، ها انا هنا. الصراحه هاد الجواب من بعد ديك الهضره اللي قلتي عادي جدا.